بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة مع بعض شباب ليسون جديد من ليسون الجيومتري، وهو الـ Area of some geometric figures. نبدأ ناخد بعض الـ figures ونشوف الـ Area بتاعتهم. أول حاجة عندي هبدأ أتعامل مع الرومبس. أدي الرومبس أهوت بالنسبة لي، واللي area of the rhombus هو عبارة عن base multiply the heights، base multiply the heights. طيب تعالوا هنا، أنا عندي الرومبس A B C D، ده رومبس مديني إن السايد لينث بتاعه اللي هو ال BC ب 10 سنتيمتر، ومديني الهايت 8 سنتيمتر. عايز الاريا، أقول الاريا عبارة عن B by H، يبقى عبارة عن 10 multiply 8 تطلع 80 سنتيمتر سكوير. ده كان أول رول للاريا أوف رومبس. في عندي رول تاني نمبر B، هنا بيقول لي البريمتر أوف رومبس هو عبارة عن 24، البريمتر بتاع رومبس A B C D ب 24 سنتيمتر، وهنا مديني ان الدي اي اللي هو الهايت ب 5 سنتي متر. عايز الاريا، عشان اجيب الاريا لازم يكون معايا البيز لينث. طب اجيب البيز لينث ازاي؟ اجيب البي ازاي؟ عباره عن البريمتر ديفايد 4 يطلع 6 سنتيمتر، يبقى الاريا عباره عن 6 ملتبلاي الهايت 5 ايكوال 30 سنتيمتر سكوير. بعد كده عندي في رول تاني للاريا اوف رومبس، بيقول لي هو عباره عن هاف البرودكت اوف لينث اوف اتس دياجونال، اللي هو هاف باي دي 1 باي دي 2 زي ما اخدناه قبل كده. يبقى هنا الاريا هي عباره عن هاف باي دي 1 باي دي 2. دي 1 اللي هو الدياجونال الاولاني اللي هو مثلا الاي سي، ودي 2 اللي هو الدياجونال الثاني اللي هو البي دي. اريا اوف رومبس half of the product of the length of its diagonals. خلي بالك كمان ان انا عندي area of square عبارة عن half by square length of the diagonal، يعني ال area بتاع ال square عبارة عن half the square. طب ليه في ال square مفيش دي 1 ودي 2؟ لان ال length بتاع ال diagonals of square are equal، هما الاتنين قد بعض، فمش هسمي دي 1 ودي 2، هسميه دي وخلاص. تعالوا كده ناخد بعض الاكزامبلز على area of square والرومبس. يقول لي في نمبر 1، a rhombus whose side length is 12 والهايت بتاعه ب 8 سنتيمتر، ده لسه واخدين واحد زيها. تعال ناخد نمبر 2، a rhombus whose diagonal lengths are 8 سنتيمتر and 10 سنتيمتر. طب تعال نحل نمبر 2 هنا مع بعض. يلا يا شباب بقى الناس تبدا تشارك معايا. نور سعيد اتفضل يا نور. half d1 multiply d2، يبقى الاريا equal half by d1 by d2، يبقى عبارة عن half by 8 by 10 يطلع 40 سنتيمتر سكوير. شكرا يا نور، برافو عليك. طيب نمبر 3 بيقول لي a square whose diagonal length is 8، عايز الاريا. اتفضل يا مصطفى. بس انا هتبقى half times diagonal square، هتبقى ثانية واحدة بس هتبقى half times، نكتب بس دي نمبر 3، تبقى half times diagonal square half دي square اللي هي half، هتبقى 32، وادي 8 square تطلع 32 سنتيمتر سكوير، برافو عليك. بعد كده عندي نمبر 4، عملنا نمبر 4 بيقول لي رومبس هوز بريمتر 52 واللينث اوف ون اوف اتس دياجونال لينث از 10. يلا يا شباب نمبر 4. ملك وليد اتفضل يا ملك. اول حاجه هجيب السايد بتاع الرومبوس،
رأوف هجيب السايد لينس الأول، أعمل البريمتر ديفايد كام؟ ديفايد 4 برافو، يعني 52 ديفايد 52 over 4 تدينا كام؟ 13 سنتيمتر. 13 سنتيمتر. حلو تمام. وبعدين هو احنا دلوقتي كده بص عشان الدنيا واضحه بالنسبه لنا. ايوه انا عايزه. ايوه الروم بس اهو عشان نعرف نشتغل بقى، عشان ايه دي محتاجه رسم. ده 13 سنتيمتر اهو، وقايل لي ان في دياجونال ب 10 نخليه اللي هو اللونج ده. ماشي ده 10 اهو، يبقى اللونج ده 10 تمام. وبعدين اللونج ده بتن، يبقى يعني احنا بايسكت ايتش اذر، يعني ده ب5 وده ب5. ماشي برافو عليك، يبقى الحته دي 5 شطر. وبعدين وهما بيربنديكولار، فهنا في رايت انجل. يعني انا سميته اي بي سي دي، فعلا الدياجونالز بيربنديكولار، يبقى هنا رايت انجل شطر. وبعدين يبقى هستخدم بيثاغوراس ثيروم عشان اجيب اللي هي الام دي، ام الام دي بقى وانا الاي ام 5. تمام برافو عليك. يبقى احنا هنا خلي بالكم بقى يا شباب معايا، لكن لازم هنا نرسم الرسمه. هو انا جبت الاول السايد لينس، خلي بالكم المساله دي غلسه شويه، يعني لو جات لنا في امتحان وانت مش فاهمها انت مش هتعرف تحلها. رسمت، جبت الاول السايد لينس عن طريق البريمتر ديفايد 4، بعد كده عملت على الاي دي 13 سنتيمتر، قال لي دياجونال من الاثنين بتاني يبقى نص في 5، ترينجل اي ام دي عشان الدياجونالز بيربنديكولار فكده رايت انجل، استخدم بايثاغورس السيرم عشان اجيب الام دي. ادي الام دي هيبقى عباره عن روت 13 سكوير ماينس ال 5 سكوير، تطلع بكام؟ تقريبا 12 صح كده؟ لا ادي 12، يبقى الدياجونال كله ب 24 وهنا 12 برضو، يبقى كده اقدر اقول له الاريا ايكوال half by d1 by d2، يطلع half by 10 by 24 يطلع 120 سنتيمتر سكوير. برافو عليك. في حد عنده مشكله دلوقتي؟ بيقول لي ارون بس whose perimeter is 60 سنتيمتر and the measure of one of its angles 60. يلا يا ان، اول حاجه هنجيب اللينس اوف ساي، اللينس اوف ساي هنعمل 6 ديفيجن 4. ادي نمبر 5 الاول اهي، هجيب السايد لينس عباره عن 60 اوفر 4 يطلع 15 سنتيمتر. وبعدين بعد كده هو بيقول لي ان ال انجل من الانجلز بتاعته دي ان ب 6 ايكوال 6، يعني مثلا دي ب 6 يعني، يبقى ال A B M مثلا، يبقى ال A B M اهو اهو اهو. ها قولي بقى، يبقى ال A D C ال A D M بالمجر بتاعتها ب 30، يعني دي 30 بروف تمام. و إذا تو دياجونال اوف فيموس ار بريبنديكولار، ماشي تو دياجونال بريبنديكولار صح، يبقى ال A M D is right angle ماشي، and the length of side opposite the angle of measure، يبقى هتبقى half the hypotenuse. يبقى انا عندي في right angle triangle خدنا الترم اللي فات ان السايد الاوبزيت للانجل 30 في right angle triangle half the hypotenuse. الهايبوتنس اللي هو ال 15 يبقى نصه ب 7.5، وده برضه 7.5. طب نعرف دلوقتي نجيب الام دي ولا ما نعرفش عن طريق بايثاغورس؟ هنعرف. الام دي عباره عن روت 15 سكوير ماينس 7.5 سكوير. يلا احسبها لي. 15 سكوير ماينس 15 سكوير ماينس 7.5 سكوير، مثلا يطلع لي ارقام كتير. طب هاتيها ديسمال كده، اطلع 12.9. في حاجه بعد ال 9 ولا كده خلاص؟ لا 12.999، بعد كده في ارقام كتير. طب هاتيها فراكشن، فراكشن ايكوال 15 سكوير روت 3 ديفيجن 2. طيب ماشي، ادي 15 سكوير روت 2، لا 3 مش 2، 3
over 2 صح؟ طيب ده كده الايه؟ الام دي. تمام كده احنا عايزين نجيب قول عايزين نجيب بقى ثانيه البي دي. البي دي بقى عباره عن ايه؟ هنعمل 15 over 3 equal to ام دي ام 15 root 3 over 2 by 2 يطلع 15 root 3 over 3 متر. والاي سي كده كده 2 by 7.5 يطلع 15 سنتي ايه؟ متر. يبقى الاريا يبقى هنعمل half by d1 by d2 يبقى half by 15 by 15 over 3 15 روت 3 ولا اوفر 3 قال ايه؟ 15 روت 3 ولا 15 اوفر 3 روت 3. تمام احسبيها كالكوليتر بقى قبل دقيقة. half 194.85. في حاجة بعد الفايف ولا كده خلاص؟ لا في. طب ما تجيبيها فراكشن. ما هو مش جاي في كالكوليتر فراكشن، عاملها بدماغي. هي تقريبا دي 225 روت 3 اوفر 2 سنتيمتر سكوير. خلاص كده؟ ماشي يا ولاد. طيب ده كده الحد نمبر 5. طب لو احنا جينا خدنا بالنا بقى، بص معايا، يقول لي الترابيزيوم، الناس بس اللي عايزه تصور الاول نمبر 5 عشان امسحها عشان اشتغل بيها. الترابيزيوم خلي بالكم منه عشان ده يبقى عليه شغل كتير الليسون ده. بيقول لي انا عندي A B C D ده ترابيزيوم او ترابيزويد، ال A دي دي بيز وال B C دي بيز تانية. في عندي كذا نوع من انواع الترابيزيوم. في ايسوسلس ترابيزيوم اهوت. ايه الايسوسلس ترابيزيوم ده؟ الايسوسلس ترابيزيوم ده نوع من انواع الترابيزيوم بيكون التو ليجز بتوعه ار ايكوال، يعني الاي بي ايكوال الدي سي. يبقى كلمه ايسوسلس ترابيزيوم خلي بالك بقى معايا ايه البروبرتيز بتاعته. بيقول لي اول حاجه ان البيز انجل ار ايكوال ان ميجر، يعني ميجر انجل بي اهيت قد ميجر انجل اي سي. دي أول واحدة. إيه تاني عندي؟ الـ diagonal R equal a length الـ AC قد الـ BAD. وكمان الـ isosceles trapezium عنده axis of symmetry واحد. أوت. خلي بالك إن الـ isosceles trapezium عنده الـ AB والـ DC قد بعض، والبيز انجلز اللي هي ميجر انجل بي وميجر انجل سي قد بعض، وكمان الدياجونالز بتاعته ار ايكوال الليتس، وعنده 1 اكسس اوف سيمتري. خلي بالك كل دي البروبرتيز بتاعت الايسوسليز ترابيزيوم. في عندي نوع تاني من انواع الترابيزيوم اسمه الرايت ترابيزيوم. ايه الرايت ترابيزيوم ده؟ من اسمه عنده انجل الميجر بتاعها 90 ديجري، يعني اي بي سي دي اهو ده رايت ترابيزيوم عنده انجل ايه ب 90. بعد كده بيقول لي هنا، ركزوا بقى معايا هنا. الميدل بيز اوف ترابيزيوم، ايه الميدل بيز اوف ترابيزيوم دي؟ لو انت عندك ترابيزيوم A B C D، في عندي الواي هي الميد بوينت اوف دي سي، والاكس هي ميد بوينت اوف اي بي. لو عملت جوين ما بين الميد بوينت اللي هي اكس وميد بوينت اللي هي واي هيديني حاجه اسمها الميدل بيز. خلاص كده. طيب اكسرسايز هنا، فايند ذا لينث اوف ذا ميدل بيز اوف ترابيزيوم هوز تو بيزز لينث ار 7 سنتيمتر اند 13 سنتيمتر. طب ازاي اجيب الميدل بيز؟ الميدل بيز خلي بالك بقى معايا، الميدل بيز عباره عن هاف
وادي بي 1 بلس بي 2. يبقى الميدل بيز عباره عن هاف السم بتاع التو بيزز. هو قال لي ان انت عندك التو بيزز كام وكام؟ 7 وكام؟ و13. يبقى هاف وادي 7 بلس 13 تطلع ب 10 سنتيمتر. يبقى عرفنا من هي الميدل بيز، يبقى عندي الواي ميد بوينت للدي سي والاكس ميد بوينت اوف اي بي، عملت لهم جوين اداني حاجه اسمها الميدل بيز عشان اجيب اللينس بتاعها اللي هي رول اللي هو هاف باي بي 1 بلس بي 2. بي 1 وبي 2 اللي هم التو بيزز الاصليين بتوع الترابيزيوم. طيب ايه عندي تاني؟ بيقول لي الاريا اوف ترابيزيوم عباره عن هاف السم بتاع اللينس بتاع التو بارل بيزز ملتبلاي الهايت. يعني الاريا اوف ترابيزيوم اهو، تخلي بالك بقى، هاف بي 1 بلس بي 2 ملتبلاي الهايت. خلي بالك من الرول ده كويس جدا جدا جدا، ده بتاع الترابيزيوم. يبقى الاريا اوف ترابيزيوم ايكوال هاف افتح براكت بي 1 بلس بي 2 باي الهايت. او في رول تاني عباره عن بي باي اتش، والبي مين هي البي؟ الميدل بيز. يبقى انا ممكن اجيب الاريا بتاعت الترابيزيوم عن طريق بي 1 وبي 2 والاتش، او ممكن اجيبه عن طريق الميدل بيز، الميدل بيز باي الاتش على طول. في حد عنده مشكله هنا؟ في حد من الشباب هنا عنده مشكله؟ طب انا شايف مصطفى قاعد رافع ايديهم، في سؤال ولا انتوا عايزين تجاوبوا؟ انا مصطفى لسه رافع ايده. لا خلاص كده. طيب هو الشباب كانت عايزه تجاوب. تعالوا هنا نشوف مع بعض بقى في البراكتيك ده، نيجي مع بعض براكتيك نمبر ايه. فايند ذا اريا، يلا يا شباب معايا، مسألة مباشرة جدا. طيب عايزين شباب تانية؟ مفيش غير اتنين بس رافعين ايديهم، انا قدامي 22 طالب حاضر معايا الاونلاين، مفيش غير اتنين بس رافعين ايديهم، وفي 20 واحد يعني داخلين تقريبا، يعني مش عارف بقى داخلين يعملوا ايه. تعالوا بقى ننقي طيب ناس كده عشوائي بقى، ويعني ايه، اتمنى ان الشباب لما نادي على حد يرد عشان ما نعملش ريموف لحد على الصبح كده، يا اما الناس ترفع ايديها لوحدها بدل ما انا مختار. في محمد، محمد مختار، اتفضل يا محمد. مستر اتفضل يا حبيبي. انا عندي في نمبر A اهيت، مديني الاي دي ب 8 والبي سي 12 ومديني الهايت ب 5، عايز اجيب الاريا. الاريا عباره عن ايه؟ هنضرب 1 اوفر 2 باي هاف، ايوه البي 1 باي البي 2 اللي هي البي 1 بلس بي 2. بي 1 بلس بي 2 يعني 8 بلس كام؟ 8 بلس 12 باي كام بقى؟ الهايت بكام؟ باي 5. برافو عليك، يبقى ده عباره عن هاف 8 و12 20 باي 5 يطلع 50 سنتيمتر سكوير. شكرا شكرا محمد. بعد كده عندي ناخد هنا نمبر بي، يلا يا شباب. اشوف الناس رفع عليها، والله انا مش شايف غير ثلاثه. طيب في عندي حبيبه عمرو اصلا في عندها الميكروفون مش شغال. في هنا مين تاني؟ مين المحظوظ اللي هيختار عشان يجاوب؟ في عندي جنى احمد، اتفضلي يا جنى. ايوه ايه جنى اتفضلي. نمبر بي، نمبر بي ايكوال، هنعمل الميدل بيز باي هايت. نعم هنعمل الميدل بيز باي هايت، يبقى عباره عن البي باي هايت على طول، يبقى 8 وهو قال ان الهايت 5 يطلع 40 سنتيمتر سكوير. برافو عليك، ناس محترمة كلها، ناس شطار والله، برافو عليك، شكرا. طيب نمبر سي، يلا شباب نمبر سي، مين بقى يجاوب معايا نمبر سي؟ عايز حد كده ايه
يقول لي مثلا انا عايز اجاوب نمبر سي انا. طب يلا يا نور، نعمل half تبلاي تبلاي ال two bracket اهو تبقى 7 plus 12. تمام، ثم ال height بكام بقى؟ تبين ال height. طب اجيبه منين؟ تبقى اجيبه منين النهايه؟ اجيب الهايت منين؟ فكري كده. على مهلك، ازاي اجيب الهايت؟ طب بص معايا، انا دلوقتي عندي A B C D، ال A D ب 7 سنتيمتر وهنا ال B C ب 12 سنتيمتر. لو انا نزلت كده بيربنديكولر هتبقى دي رايت انجل، ده 7 والجزء ده 7 وهنا ده هيبقى 5 سنتيمتر، صح الكلام؟ طيب ده 5 دي رايت انجل ودي 45 يبقى دي برضو 45. يبقى ترينجل دي لو سميت دي ام مثلا، دي ام سي مش ده ايسوسلز؟ طب السي ام مش قد الدي ام؟ يبقى دي 5 ودي برضو بايه؟ ب 5. عرفت ازاي اجيب الهايت؟ يبقى باي ايه؟ باي 5. 7 و12 ادي 19 باي 5. احسبها لي بقى كده. ثانية على مهلك. كم؟ 95 divided 2 اللي هي تطلع كم بالديسمال؟ 47.5 سنتيمتر سكوير. برافو عليك. طيب لو انا حاولت ان احنا نعمل نمبر دي، يلا يا شباب نمبر دي، ها مين من الشباب هنا يعمل معايا نمبر دي؟ يلا عمر اتفضل. نمبر دي صح، بس كنت عايز دكتوره في ايدي بس عشان مش فاهم نمبر اللي قبليه سي. ايه المشكلة فيها؟ برضه لسه مش عارف احل، يعني مش عارف احل لسه. ايوه ايه اللي انت ما فهمتوش في نمبر سي؟ نشرحه تاني. يعني ممكن تعيد الرولز بتاعت اصلا، مش عارف الرولز لسه، مش عارف احل. half by دي 1 by بي 1 بلس بي 2 by height. دي الاريا بتاعت دي الاريا؟ يا حبيبي. half by بي 1 by بي 2 باي هايت. تمام، ركز بقى عمر وهخليك تجاوب تاني. طيب حد من الشباب تاني يجاوب؟ جمانة عمر اتفضل. يا جمانة بس انا عايز اسأل سؤال. اتفضل. هي في نمبر سي ليه عملنا 5 و 7؟ هي مش البي سي كله ب 12؟ لما انا نزلت بالدي ام بيربنديكولار بقى ال A D قد ال B M ب 7 و 7 عشان ده ريكتانجل. تمام تمام. تعرف الجواب بقى يا جماعه نمبر دي؟ ماشي يلا. تبقى هاف، ماشي، هاف هاف باي 7.
احنا كده محتاجين ان احنا نجيب البيز التاني صح؟ اهو نجيبها ازاي بقى؟ لا مش عارف. طيب بصوا معايا يا اولاد بقى في مسألة زي كده. لو انا دلوقتي نزلت هنا بربنديكولار كده ونزلت كمان هنا بربنديكولار كده، ده 10 وده كمان 10، دي 7 ودي كمان يا اولاد ايه 7. طيب هنا بيقول لي ان ميجر انجل سي ب 60 ديجري. طب ما هي التراينجل ده رايت، يعني لو سمينا مثلا البوينت دي مثلا اي يبقى تراينجل دي اي سي ده رايت انجل تراينجل، دي 60 يبقى ده بكام يا اولاد 30. طب 30 يبقى الاوبوزيت بيز او الاوبوزيت سايد للانجل 30 اللي هو السي اي هاف الدي سي، يبقى الحته دي 5 والحته دي برضو بكام يا اولاد قدها برضو بايه 5. معنى كده ان البيس كلها بكام؟ ب 17. يبقى هاف باي 17 باي 10 7، وادي 17 وهو مدينا الهايت، هو مش مدينا الهايت بس احنا ممكن نجيبه بقى خلاص. انا ممكن اجيب الدي اي ازاي؟ روت ادي 10 سكوير ماينس 5 سكوير، احسبها لي دي كده ثانيه واحده. تبقى 5 root 3. تمام. يطلع بقى بكام كله؟ يلا بقى كده احسب لي كله كاجو انا. ثانية واحدة. هو اداني ارقام كتير. هاتيها فراكشن. مش بتجيب. طب خلاص انا احسب، يبقى هاف 7 و 17 ادي 24 باي 5 روت 3 اللي هي عباره عن ادي ديفايد تو 1 ديفايد تو ادي 12 باي 5 اللي هي 60 روت 3 سنتيمتر سكوير. ماشي كده؟ ماشي. مستر عايز بس اسال سؤال. اتفضلي. هو انا عادي ان انا انزل بربنديكولر مع نفسي؟ اه عادي، ما انا هحلها ازاي طيب؟ ما انا مش هحلها غير كده. تمام. ماشي. طيب تعالوا بقى مع بعض كده في نمبر 1. لو حد عايز يصور الشاشه عشان همسح بس عشان ابدا احل. حد عايز ياخد سكرين شوت او يصور الشاشه عشان نحل؟ طيب بصوا معايا يا ولاد. نمبر 1 بيقول لي find the height of a trapezium، عايز ال height يبقى اكتب اتش وعليه كوتيشن مارك، واديني الاريا 450 سنتيمتر سكوير، ومديني بي 124 ومديني بي 2 ب 12. هكتب الرول بتاعي عادي، اقول له الاريا ايكوال هاف بي 1 بلس بي 2 باي الاتش. يبقى انا عندي الاتش هو عباره عن، او خلينا نمشيها بالراحه، ادي 450 هاف 24 12 باي الهايت، يبقى 450 ايكوال هاف 24 وادي 12 ادي 36 باي الهايت ديفايد تو 1 ديفايد تو 18، يبقى ال 450 ايكوال 18 اتش. عايز الاتش وادي ال 18 بالديفايد، يبقى 450 اوفر ال 18. ممكن نحسبها مع بعض دلوقتي، احسبها لكم ثانيه واحده. ادي 450
divide 18 يطلع 25 سنتيمتر. حد عنده مشكلة فيها دي؟ حد عنده مشكلة؟ طب لو سمحتوا اللي رافع ايديه بس هو اللي يبقى عايز يسأل عشان بس أعرف أفرق بين اللي عايز يجاوب واللي عايز يسأل. عمر الهلال عندك فيها سؤال؟ اتفضل يا عمر. عمر اتفضل يا عمر. طيب خلاص ما عندوش سؤال. لا مستر، لا مش عايز. طيب يا حبيبي خلاص تمام، لقيتك رافع ايديك. طيب بصوا معايا نمبر 3، بصوا كده نمبر 3 بيقول لي The area of a trapezium is 180 cm square والهايت 12. عايز اللينس بتاع البارل بيز اللي هو بي 1 وبي 2، مديني ريشيو بينهم 3 تو ايه تو 2. بس ادي حلوه على فكره، بصوا كده بقى بس ادي جميله نمبر 3، مديني الاريا 180 والهايت 12 وبي 1 تو بي 2 ايكوال 3 تو 2. هكتب الرول بتاع عادي، الاريا ايكوال هاف بي 1 بلس بي 2 باي الهايت. ابدا اعمل سبستيوشن، يبقى 180 ايكوال هاف بي 1 بلس البي 2 باي 12، يبقى 180 ايكوال ديفايد 2 ب 1 ديفايد 2 ب 6 بي 1 بلس بي 2، ودي 6 بالديفايد يبقى بي 1 بلس البي 2 ايكوال 180 اوفر 6 يطلع 30 سنتيمتر. هكتب بي 1 تو بي 2 تو السم ريشيو بتاع برايمر 6 3 تو 2 السم 5 وتحت السم 30. هبدا ان انا اجيب بي 1 واجيب بي 2. بي 1 هتبقى عباره عن 3 باي 30 اوفر 5 يطلع 18 سنتيمتر، واجيب البي 2 هتبقى عباره عن 2 باي 30 اوفر 5 يطلع 12 سنتيمتر. في حد عنده سؤال في المسألة دي؟ المسألة دي يعني فكرتها مختلفة خالص عن كل المسائل اللي فاتت، لو حد عايز يصورها اللي هي نمبر 3. في حد عنده سؤال فيها؟ يعني اتفضلي. لا بس انا كنت عايزة اجاوب بس. ماشي يعني شكرا لك. بس مستر، ها هو انا حليتها بطريقه تانية بس هي برضه طلعت صح. طلعت الاكس ايكوال 6 سنتيمتر، بعد كده ضربتهم في 3 باي 6 و 2 باي 6. طب مش مشكلة، انت طالما طلعتها بطريقة تانية طلعت صح خلاص مش مشكلة تمام. طيب جمان انت عندك سؤال؟ جمان عندك سؤال؟ اه مستر، هو احنا جبنا ال 5 وال 30 دي منين؟ جبنا ال 5 وال 30 3 بلس 2 ب 5 وال 30 اللي انا لسه مطلعها فوق اهي. تمام ماشي. طيب يا شباب كده الليسون ده يكون خلص كده معانا، إن شاء الله نتقابل مع بعض في ميتنج جديد. كان معكم مستر أحمد جمال من مصطفى الماث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.